الروح القدس الاله الواحد امين احب ان انا اقرا جزء من رساله معلمنا يوحنا الحبيب يوحنا الرسول في الإصحاح في الرساله الاولى في الاصحاح الخامس هقرا خمس اعداد موجهين لنا كلنا كل من يؤمن أن يسوع المسيح أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله وكل من يحب الوالد يحب المولود منه ايضا بهذا نعرف اننا نحب اولاد الله اذا احببنا الله وحفظنا وصاياه فان هذه هي محبه الله ان نحفظ وصاياه ووصاياه ليست ثقيله لان كل من ولد من الله يغلب العالم وهذه الغلبة التي تغلب العالم ايماننا من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله نعمه الله الاب تكون مع جميعنا امين واحنا في اجتماع شباب لينا وفي هذا السن الجميل السن آه بنتطلع بنترك مراحل الطفوله وكنا فتيان او فتيات ثم نتقدم الى مرحله الشباب والنضوج وبنعيش في العالم الكبير ده المتصل ببعضه وبقى كلنا ويانا اجهزه صغيره كده بتجيب لنا العالم كله انا عايز اكلمك عن نفسك وبعدين أكلمك عن الزمان اللي احنا فيه، وبعدين أكلمك على ازاي تكون ناجح. ناجح مش في الدراسة أو الكلية أو المعهد اللي بتدرس فيه، لكن ازاي تكون ناجح في حياتك. الله عندما خلق الإنسان قال له أنا هزودك بتلات حاجات لم أعطيها لكل الكائنات الحية الأخرى. سواء الأشجار النباتات أو الحيوانات سواء اللي بتطير أو تدب على الأرض أو تعيش في المياه. أول حاجة هديها لك هديلك عقل والعقل ده يميزك والبشر اتفقوا وقالوا نسمي العقل العقل زينة وصار عقل الإنسان هو زينته هو جماله يقول لك فلان ده عقله موزون أو فلان ده عقله فاضي ربنا يحفظكم أو فلان ده متأسف في الكلمة يقول لك عقله مهوي يعني كان مفيش عقل خالص وفي واحد تقعد وياه تحترم عقله مش سنه تحترم عقله وقال له هدي لك العقل ده يبدع ويفكر ويستطيع أن يجمع الماضي والحاضر والمستقبل، يعيش في ذكريات الماضي ويعيش في أمور الحاضر ويحلم بالمستقبل في عقلك. طب وتاني حاجة يا رب هتدهاني إيه؟ قال له هديلك ما نسميه بالحرية ورمز الحرية في حياة الإنسان هو الإيد إيدك لو انت تاملت ايدك بالاصابع الخمسه تعرف ان كل شيء في هذه الحياه معمول بالاصابع الخمسه دول فالحضارات يعني المكان الكبير الجميل الحلو احنا فيه ده اصابع فنانين واصابع مهندسين واصابع معماريين واصابع عمال هي اللي اشتغلت الكرسي اللي انت قاعد عليه والكنبه اللي انت قاعد عليها عملتها الاصابع فقال له هدي لك الايد رمز للحريه حط عقلك مع ايدك سوف تبدع كل يوم ما هو جديد اتخيل كده ويايا وطبعا ربنا اعطانا كلنا قدره الخيال اتخيل كلنا ويانا انه ربنا اعطانا الشجر فالإنسان بعقله وبيده طلع من خشب الشجر أشكال وألوان لا يمكن حصرها أشكال وألوان في كل حاجة من أول الألم الرصاص اللي بنستخدمه لغاية الكيان الكبير زي اللي قدامنا ده يد قال له يا رب والحاجة الثالثة اللي تدهاني إيه قال له هديك بقى حاجة مخصوصة قوي حاجة لك أنت بس بس الحاجة دي هتبقى بيني وبينك إيه يا رب اللي هيبقى بيني وبينك قال له هدي لك قلب قلب طب ما كل الكائنات الحية فيها قلب وبينبض قال له لا ده القلب بتاعك بقى حاجة مخصوصة ده القلب ده هو المحطة اللي هتقابل فيها أنا وأنت يعني إيه يا رب قال له يعني أنا وأنت لنا مكان خاص نتقابل فيه في أي وقت في أي زمان في أي جيل من خلال قلبك يصير محطة اللقاء بينك وبين مسيحك قال له على كده يا رب أنت زودتني بالثلاث حاجات دول عقل هد إيد هند وقلب هارت سموم تلاتة اتش وصارت ال... وصار الانسان متميز صرت ايها الشاب وايتها الشابة كائن متميز عاقلا وعاملا وايضا كائن روحي كائن روحي تتقابل فيه مع الله وصار صارت حياتك كلها على صوره الله ومثاله وصرت كائن وانت على الارض برجليك تقدر تكلم الله في كل مكان وصرت صوره الله ومثاله وتاكدت الصوره الجميله دي يوم ما اتعمدت وانت صغير وانت عمرك ايام اتعمدت كان يوم فرح قوي ولبسوك أو لبسوكي أبيض وزنار أحمر وكان في زغاريط وكان يوم حلو وكان في شهادة إيه يا رب اللي بتعمله وإياه ده؟ قال أنت صرت في الولادة الجديدة مولود من الماء والروح من السماء وصرت مدشن بزيت الميرون يعني مخصص يعني مكرس وكمان ابتديت أول مرة تتناول وانت بيبي صغير عمرك أيام تتناول أو تسمع العبارة الجميلة اللي بيقولها أبونا وهو بيصلي في نهاية القداس يعطى عنا ها قول وياي يعطى عنا خلاصا ها غفرانا للخطايا ها وحياة أبدية ده انا لسه بيبي في اللفه عمر ايام طريق الابديه بقى مفتوح قدامك بقى مفتوح قدامك من اليوم ده من يوم المعموديه الجميل او بنسميه يوم ثلاثي النعم معموديه وميرون والافخارستيا تناول يعطى عنا خلاصا بقى لي نصيب في خلاص المسيح على الصليب يعطى عنا لغفران الخطايا بقى في حد يقدر يمسح خطيتي ويغفرها يعطى عنا للحياة الأبدية بقى الطريق الأبدية مفتوح قدامي أرجوكم يا شباب تاخدوا بالكم من النقطة دي إن صار طريق الأبدية طريق السماء مفتوح قدامك صرت متميز عايز تحافظ عليه أنت حر مش عايز تحافظ عليه أنت حر الله لن يتدخل في حريتك لكن الكنيسة بتعلمك ولذلك الارتباط بالكنيسة في سننا الجميل لو نعرف عارف أنكم مرتبطين بالكنيسة في سن آخر من البداية في مدارس الأحد وفي فصول الخدمة وفصول شباب واجتماعات شباب لكن الارتباط بالكنيسة هو اللي بيأكد ليك أنك ماشي في طريق الأبدية لك مكان في السماء ما انتش بعيد عن السماء ولذلك احنا كلنا بنحمل جنسيات كتيرة احنا في مصر نحمل جنسية مصرية في سوريا نحمل جنسية سورية في أوروبا نحمل جنسية البلد اللي فيها في أفريقيا لكن في جنسية عايز أقول لك عليها أنت خدتها قالها القديس بولس الرسول لتلميذه تيميساوس في يوم كده هو بيكلمه قال له ايه اما انت يا انسان الله اما انت يا انسان الله في جنسيه متعلقه انك صرت ابن لله وصرت في هذه الرعويه وصرت مدعو للابديه وصارت حياتك على الارض لها معنى أصل بيني وبينكم بيجي وقت من الأوقات كده يجي فكر هو أنا ربنا خلقني ليه؟ هو ربنا عايز مني إيه؟ ده أنا كنت عايز أدرس كذا والمجموع بتاعي خلاني أدخل حاجة تانية أو لما دخلت الكلية اللي كنت بفكر فيها لقيت نفسي يعني مش مبسوط أوي أو كانوا أهلي عايزين يدخلوني كذا وأنا كنت عايز كذا أنا مش بحدد أسماء ويجي السؤال المتعب هو أنا ليا لازمة هو أنا ربنا خلقني يعني خلقني بهدف طب ده أنا شايف زميلي فلان وزميلتي فلانة ماشيين في طريقهم والأمور ماشية أما اللي الأمور ويايا كده أعرف أن الله خلقك ولك هدف ولك خطة عند ربنا هتحتاج منك شوية حاجات صغيرة هكلمك عليها في الآخر لكن اللي عايزك تخلص منه في النقطة دي إن أنت صرت على صورته ومثاله وصرت هيكل لله هيكل مقدس وصرت مستودع لقوة المسيح ما في يوم الأيام وقف بولس الرسول وقال الآية الجميلة دهيت وبولس الرسول زينا إنسان زينا بل بالعكس ده هو نص حياته كانت بعيدة عن ربنا طب يا بولس قلت ايه قال كده أستطيع الآية اللي بتقولوها في الامتحانات مش كده برضو مش برضو بتقولوها في الامتحان أنا كنت بقولها في الامتحانات زيكم بالظبط كأن الأية دي للامتحانات بس أستطيع كل شىء في المسيح الذي يقويني بولس ده انت انسان زينا ازاي تقول كل شيء ده احنا محدودين قال لا اصلا انا هخش واستخب في المسيح عشان كده اقدر اعمل كل حاجه استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني صارت صورتك الصوره الجميله دهيت الله الذي يحبك وخلقك وزودك بالحاجات الجميلة فتح قدامك طريق الأبدية وأعطاك الكنيسة اللي بتحميك وبتحوط عليك وبتساعدك في إنك تبني شخصية رائعة شخصية ناجحة في المجتمع في الوطن في الكنيسة في الإنسانية كلها طيب ده عن حضرتك طب والزمن؟ الزمن اللي احنا فيه، الزمن اللي احنا فيه الحقيقه فيه شويه متغيرات شديده جدا، الزمن النهارده صار فيه تواصل وتقارب بين البشر بصوره لم يشاهدوها قبل ذلك. ولكن في نفس الوقت صار هناك تباعد شديد. اسمح لي احكي لك الحكايه. سنة 1936 اخترع العالم التلفزيون. التلفزيون ده كان في وقت من الأوقات كأنه اختراع أو سلاح سري يعني. و36 دي يعني بعد الحرب العالمية الأولى امتداداً إلى مقدمات الحرب العالمية الثانية. 36 وسموه كده تي في بعد 30 سنه اخترعوا اختراع تاني كمبيوتر اللي هو سنه 66 وكان الكمبيوتر حجمه كبير قوي وابتدوا يعملوا بقى اجراءات انه يصغر شويه بشويه وسموه بي سي بعد 30 سنه تانيين سنه 96 مستر تي في اتجوز مين وخلفه عيّر كده صغير آه يعني دلوعة شوية. كويس وعشان دلوعة سموه شوية أسماء مرة سموه الموبايل ومرة سموه الهندي مرة سموه الجوال مرة سموه السيلفون مرة سموه النقال. والمحمول في تسميات تانية دلعوا زي ما أنتم عايزين. لكن من يوم ما اخترع الموبايل المحمول للأسف قال لك انتهى عصر الإنسانية وأرجوكم يا شباب يعني تعيشوا مشاعري وأنا بحكي لكم الحكاية دي أنا بحكيها في قالب كده بسيط يوم ما اخترع الموبايل صار استعملنا واستخدمنا في هذا الجهاز الصغير وصار عدد الاجهزه اللي في العالم سواء الموبايل او السيلفون او اللابتوب بكل اشكاله الكمبيوتر او التلفزيون اكثر من اعداد البشر اكثر من اعداد البشر طب وبعدين قال لك صار الانسان بيتعامل ويا ماشين مع اله مش بيتعامل ويا بشر وصارت الآلة بيني وبينك يعني أنا عايز أمسي عليك بعمل إيه بتمسوا على بعض إزاي عارفين طبعا السر مش كده وبتصبحوا على بعض إزاي مش كده ورنة ورنتين والكلام وال... الحلو ده ده, دي تفرق غير ما اقول لك وقابلك وجها لوجه واقول لك صباح الخير اقول لك مساء الخير ليه؟ خدوا بالكم بقى يا شباب واحنا بنتعامل إنسانيًا بنشعر ببعض أشوفك النهارده أقول لك بين عليك فرحان عينيك بتقول إنك فرحان أشوفك النهارده أقول عليك أنت متضايق في حاجة مضايقاك بنشعر ببعض أنت تقابلي صاحبتك تقول لها ممكن اقول لك نكته سمعتها امبارح او شفتها امبارح فتقولي لها النكته تضحك مجرد صاحبتك اللي بتضحك تبسطك فصار هناك تواصل انساني لما ابتدينا نستخدم الالات والماشين الماشين عمر ما فيها مشاعر ما فيش مشاعر ما بتحسش بيه ما فيش كده واحد هيمسك الموبايل بتاعه يقوم الصبح يقول له مالك قايم متضايق ليه هي يعني مش هيحصل او مثلا يقول له انك فرحان ليه النهارده ولا هيحس بيه ده احيانا يسموها اسم غريب اوي يسموه ستيوبد ماشين والعالم صار يعتمد على هذا بعد ما كان البيت الواحد فيه تليفون واحد فاكرين التليفون ابو سلك طبعا مش فاكرينه. شفتوا التليفون ابو سلك؟ في الافلام؟ لا شفتوه في الحقيقه؟ وكان لما حد عايز يكلم حد كده من غير ما حد يعرف في البيت يشد السلك ويخش الاوضه ويقفل و... وينزل تحت السرير والكلام ده. فاكرين الكلام ده؟ لا مش فاكرينه. لا مش فاكرين اللي قبل كده هم اللي فاكرين. دلوقتي ما شاء الله ده انت ممكن تقعد تتكلم واللي حواليك ما يحسوش بحاجه صح؟ خالص وصار لك عالمك بقى عالم لوحده شباب دخل الانسان في حاجه نسميها الانانيه ومن الطريقه دي وارجوكم تلتفتوا ويكون عقلكم بيفكر انتشر العنف وانتشر الارهاب وانتشرت الجريمه وانتشر التفكك الاسري وانتشر الالحاد. اوعوا تفتكروا الظواهر دي ظواهر قليله. ده الظواهر دي لان التواصل الانساني اتقطع. ده انا مره قريت حاجه كده لطيفه يقول لك قاعدين في البيت بياكلوا بابا وماما وعندهم اربع اولاد وبنات. فالاخ اللي قاعد هنا بيضرب في التليفون ويكلم ابوه اللي قاعد في الطرف الثاني من المايده يقول له بابا هات لي طبق السلطه اللي قدامك مش مكلف نفسه انه يكلم بيبعت له مسج ولا يبعت له رساله اه صار عالم غريب ارجوكم خدوا بالكم والنهارده في مرض اتكتب في كتب الصحه العالميه اسمه كده اسمه غريب قوي مرض الخوف من فقدان الموبايل يبقى كل واحد عنده كده قلق عنده خوف ان الموبايل بتاعه يضيع ليه ماسكه على طول مش كده برضه حتى ما يحطوش في جيبه لا ماسك الموبايل على طول يخش في اي مكان ماسك الموبايل بقى مرض مرض رسمي يعني انا مش بقولها مبالغه ده بقى مرض متسجل طبيا ان في مرض الخوف من فقدان الموبايل. وبعدين وبعدين انتوا شباب وحياتكم وسنكم الجميل ده وبنكبر شويه بشويه في حياتنا سواء كنا في دراسه الجامعه او تخرجنا او داخلين الجامعه وبعدين نعيش ازاي في الزمن ده ده انا عايز اقول لك بعض العبارات اللي بيقولوها يقول لك تو هاف لانش يعني يبقى عندك اكل اور تو بي لانش او انت تتاكل زمان غريب او يقول لك تو كان في زمان تو بي اور نوت تو بي دلوقتي بيقولوا تو اي اور نوت إيه اي، اللي هي الكترونيك. يعني يتمشي في الدوامة دي يا هتضيع. الإنسان شوية بشوية بيفقد إنسانيته، عشان كده أول حاجة عايز أقولها لك حافظ على إنسانيتك. وأحكي لك بعض النقط. العالم بيتغير بيتغير، طب وإحنا شباب وعايشين في المنطقة بتاعتنا هنا في العالم اللي بقى متصل ببعضه كل واحد فينا عنده احلام وعنده رؤيه اعمل ايه عشان اكون شاب ناجح عشان اكون دايما شاب ماشي صح ماشي صح انا هحط قدامك خمس مبادئ بقى عشان يبقوا تعدهم كده على اصابع يدك خمس خطوط عريضه حطها قدامك في ضوء كل اللي قلته. ما تنساش ان الايه اللي انا ركزت عليها هنا يقول لك وهذه هي الغلبه التي تغلب العالم ايماننا. احفظوا الايه دي رساله يوحنا الاولى اصحاح خمسه عدد اربعه. هذه هي الغلبه التي تغلب العالم ايماننا. مناش غيره. إيماننا ده القديس يوحنا حبيب اللي بيقول الكلام ده في الإنجيل في العهد الجديد. أول حاجة أول خط عريض كده حطه قدامك كن واثق تماما في إيمانك. أوعى إيمانك يتزعزع. أوعى إيمانك يتهز. انت بتشوف كل يوم حاجات وبتسمع كل يوم حاجات وبتقابل ناس وكل واحد بيكلمك في حكايه. اوعى ايمانك يهتز. هذه هي الغلبه التي تغلب العالم ايماننا. وشوفها بصيغه الجمع اصل احنا في الكنيسه بنبقى جمع مش هذه الغلبه ايماني لا احنا. هذه الغلبه التي تغلب العالم ايماننا. هو ده اللي يحفظك هو ده اللي يخليك ماشي صح اديلك مثال كلكم فاكرينه في العهد القديم كان كل الناس بتتريق عليه بتتريق عليه ليه قال لك اصل بيعمل سفينه كبيره قوي نوح صديق. بيعمل سفينه كبيره قوي طب بيعملها ليه السفينه الكبيره الراجل ده هيجيب بحر منين وفي يوم جاء الطوفان ولم يكن في الفلك غير نوح وزوجته واولاده الثلاثه وزوجاتهم الثلاثه وهم اللي انقذوا من الطوفان وسائر الحياه الانسانيه راحت في الطوفان. هو كان واثق وهو بيحضر وبيبني الفلك السفينه الكبيره دي ايمانه لم يهتز. كل ما تقروا سير قديسين كل ما تعيش في التاريخ كل ما تعرف ان كنيستك عمرها الفين سنة كل ما تعرف مرت بإيه وعدت بإيه إيمانك لا يهتز كن واثق في إيمانك أول خط نوح الخط الثاني كن إنسان صاحب مبادئ ما تبقاش عايش كده يعني من غير مبدأ أو يعني زي ما بيقولوا أحيان تسمعوها العبارة هو ماشي مع الموجة اوعى تكون ماشي مع الموجة اللي بيمشي مع الموجة السمكة الميتة السمكة الميتة مهما كان حجمها حتى لو كان حوت حوت كبير مع الموجة ميت ميت يعني ما فيش إرادة كن صاحب مبادئ دانيال دانيال النبي اتخذ في السبي وبعدين قالوا له تاكل من الاكل ده قال لهم الاكل ده اكل حلو قوي ده جاي منين الاكل ده قالوا له دي ذبائح الاوثان المعبودات بتاعتنا اللي بنعبدها بنذبح لها الذبائح دهيت وبناكله آه. اما دانيال شوف المبدأ وضع في قلبه الا يتنجس من اطايب الملك ولا من خبر مشروبه، خمر مشروب. دانيال ده أنت أسير، ده أنت في بلاد غريبة مش بلدك. قال مهما يكون أنا شخص صاحب مبدأ. وكلمة مبدأ دي كلمة حلوة قوي لما تقول لي أنا صاحب مبدأ أحترم المبدأ بتاعك على طول. الخط الثاني كن إنسان صاحب مبادئ، إبني لنفسك مبادئ. ما تتهزش. يوسف الصديق كان كده أه تسمعوا في التاريخ في تاريخ الكتاب المقدس في العهد القديم الامبراطورة ووشتي وشتي اللي الملك أحشاويرش حب يجيبها عشان تستعرض جمالها قدام الناس فرفضت ورفضها من الملك يعني رفضها دي رفضها ده تحول وخسرت بيه انها ما تبقاش ملك وقبلت خليك صاحب مبدأ مهما يكون الحل ايه والمبدأ ده لو كان وصية في الانجيل يبقى مبدأ ناجح والانجيل النهارده اللي قريته يقول لك ان نحفظ وصاياه ووصاياه ليست ثقيلة مش تقيل خليك صاحب مبدأ ودانيال نموذج حلو خالص ممكن تحطه قدامك نمرة ثلاثة كن دايما ايجابي في علاقاتك دايما ايجابي هديكم مثال مثال بقصه كده قصه طفوليه يعني الولد الصغير ماسك كوبايه كده وفيها ميه وماشي اتخبط في رجل الكنبه وقعت الكوبايه اتكسرت الولد قعد يعيط دي اول مره يكسر كوبايه وطبعا بيحس قدامه انها حاجه كبيره قوي امه بتعمل ايه الام الشاطره في ام مش شاطره تيجي تضربه قلمين وتقول له كلمتين طبعا في كلام ما اقدرش اقوله انا انتوا عارفينه والواد يعيط والام تصوت وبقت موقعه مش كده برضو والام الشاطره بتعمل ايه تيجي اوان الولد خايف تيجي تطبطب عليه وتجيب حاجه تمسح الازاز المكسور تقول له خد بالك وتشيل الحاجة اللي وقعت على الأرض مش تاخد بالك ماشيين كده ماسكين كده نمشي كده ناخد بالنا تعلموا تستثمر الموقف كن إيجابي وأنا أخ تحت الإختبار في الدير طلب مني أخ تحت الإختبار كنت في مطبخ وكنا في وقت الصوم الكبير وبعدين جه ستة من أحبائنا يعملوا تصليح في بعض الجرارات اللي في الدير وكانوا أحبائنا دول مش مسيحيين مسلمين وبيخدموا الدير فرئيس الدير طلب مني أن أنا أطلع قطعة لحمة من التلاجة ووضبها وأقدمها للضيوف في الغد كان عندنا قطعة واحدة لأن أنا في الصوم الكبير فطلعتها وعلى ما فكت من التلج وقطعتها وحمرتها وطلعت ست قطع حطتهم في طبق والستة ضيوف قاعدين وأنا أخ تحت الاختبار لابس الجلابية البيضة وداخل فراحت السجادة اتعطرت فيها وقعت طبق متخيلين مشاعري ها؟ عارفين ولا أقول ولا أنتوا كل واحد بقى يتخيل وطبعا فيش فرصه نعمل تاني والناس جايين على وقت الغدا والناس بعدها ماشيين ويعني العمليه شوفوا بقى الانسان الايجابي واحد من اللي قاعدين انقذني من السته اللي قاعدين ما كنتش اعرف ام على طول وراح قايل ايه؟ الأرض نظيفة، الأرض نظيفة، وراح جمع الست قطع، حطهم على الطبق، وراح حاططهم ووزعهم على الضيوف اللي قاعدين، وعدت الحكاية. <applause> أنتوا بتسقفوا مش كده؟ بتسقف... تعرفوه؟ أنا معرفوش واخدين بالكم؟ إيه الحكاية؟ واحد إتصرف إيجابي. واحد إتصرف إيجابي. قبل ما اجي لكم على طول حتى كنت قصه بحكيها لنيفت امب دانيال في العربيه واحنا جايين بيقولوا ملك زمان زمان خالص عمل رحله سياحيه طبعا كانش في طرق ولا بتاع فطبعا كان ماشي حافي كانوش اخترعوا الاحذيه فرجع رجله تعبانه قوي فجاب الوزير بتاعه وقال له امر ان كل الطرق تغطوها بالجلد عشان لما امشي عليها رجلي ما تعورش فالوزير قعد كل الطرق هنعملها بجلد ازاي هنجيب جلد منين إيه هنذبح حيوانات قد ايه فقال له يا جلاله الملك ايه رايك افصل لك حته جلد على قد القدم بتاعك ومن هنا اخترعوا الايه نعل الحذاء اتصرف ايجابي يا شباب كن شخص إيجابي فكر صح وانت بتفكر في الحياة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه في البلد اللي احنا عايشين فيه فكر بطريقة إيجابية تبقاش إنسان سلبي تبقاش لسان تتكلم وبس زي واحد يقول ايه هما مش هيجيبوا شقق للناس الناس مش لاقيه تسكن قولوا طب والعلاج ايه يقول لك نبني شقق طب وهي نبني شقق مش عايزه فلوس مش عايزه مهندسين مش عايزه شركات مقاوله مش عايزه مواد بناء هل كل ده متوفر ولو متوفر هيغطي احتياجات الناس لازم نفكر كن ايجابي اقول لك اكثر مثل في الانجيل كان فيه الصوره الايجابيه مثل السيد المسيح لما تقابل ويا السامريه انسانه وحشه وكان تاريخها وحياتها وقفت تجادل ويا المسيح وفي لحظه من اللحظات المسيح قدم لها صوره حلوه كده اذهبي ادعي زوجك قالت له ليس لي زوج وهي مكشره قال لها بالصواب قلتي يا شايفين ربنا يسوع المسيح في الايجابيه بتاعته راح مصطادها في الكلمه دي كانت النتيجة بقت قديسة. وكانت النتيجة إنها بشرت كل بلدها. خليك إيجابي. هتقول رأي، قول رأي إيجابي. هتعبر عن موضوع، عبر عليه. هو اللي بيشتم ده واحد كده يستغل الفيسبوك ولا يستخدم الحاجات التواصل الموجودة في السوشيال ميديا إنه يشتم. طب والشتيمة دي هتعمل إيه إن شاء الله؟ هتصلح إيه؟ هتعبر عن ايه؟ في مشكلة عبر وقول كن ايجابي نمرة واحد كن واثق في ايمانك نمرة اثنين كن صاحب مبادئ نمرة ثلاثة كن ايجابي نمرة اربعة كن انسانا شاهدا لمسيحك انت تحمل اسم المسيح ما باش اسم بس انت تحمل اسم المسيح وتكون شاهد له مش هروح بعيد أظن ولادنا وحبايبنا اللي كانوا في ليبيا وتعرضوا للاستشهاد مثال رائع جدا قدامنا كلنا كشباب عملوا ايه في بلد غريبة تعليمهم محدود وبيدوروا على لقمة العيش ومستنين يرجعوا لأهليهم ببعض الرزق اللي ربنا يبعته وتعرضوا للموقف ده قال لك لا أه لازم اكون شاهد لمسيحي قلتوا شباب زيكم بالضبط. وكانوا شهود صح وكان فعلهم وكرازتهم للعالم كله خالص انا فاكر لما رحت اعزيهم بنت زوجها شاب صغير عشرين واحد وعشرين سنه تقول لي وهي صغيرة تقول لي لو ما كانش عمل كده كنت موته لو كان عمل حاجة تانية إيه الإيمان الجامد ده شاهد شهادة للمسيح ولذلك لما بعد ثلاث سنين ويلاقوا رفاتهم هناك والروح الكنيسة كلنا أبونا البطرك والأباء المطارنة والأسقفة والكهنة والشمامسة ونستقبلهم في المطار طبعا دي كانت حاجة غريبة لكن ده تقدير لأنهم صاروا شهود شهود للمسيح كن شاهد لمسيحك بالكلمة بالأمانة بالعمل اللي بتعمله بالدراسة اللي بتعمله أظن قدامنا نموذج رائع بنعيشه في مصر الدكتور مجدي يعقوب مش كده برضه بيخدم قد ايه دكتور مجدي يعقوب بيخدم آلاف من الناس وقول له هتعمل المستشفى والمركز بتاعك فين؟ يقول في أسوان. قول له حد يعمل حاجة في أسوان؟ قول لأ أنا عايز أعمله في أسوان عشان أخدم أفريقيا كمان. شوف الفكر مش يخدم مصريين، يخدم كمان بعض الناس من الدول الأفريقية. ويخدم وربنا يديله الصحة. كن شاهد بعملك، بدراستك، بكلامك، بمواقفك، بأمانتك. آخر حاجة قلت لك أنا كن واثق في إيمانك كن صاحب مبادئ وكن إيجابي في علاقاتك مع كل الناس وكن شاهدا للمسيح نمرة خمسة وخلتها نمرة خمسة كن دايما مصليا مصليا ما فيش صلاة يا شباب حتى لو كانت كلمة واحدة هتضيع ما رفعت صلاة إلا وصلت عند المسيح كن دايما مصلي والتقليد عندنا في الكنيسة وفي كنايسنا كلنا الصلاة الدائمة كنيستنا مليانة بالصلوات الكنيسة السوريانية مليانة صلوات ليه الصلاة أصلها قوة فاعلة طلبة البار ها تقتدر كثيرا في فعلها طلبة البار ده ده كلام الإنجيل مش كلامي طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله الصلوات ممكن تعمل حاجات كثيرة خالص خالص الصلوات صلواتك مش هقول لك تصلي قد ايه ولا تعمل ايه ولا تمشي بنظام ايه مش هتكلم في لان ده مش موضوع عن الصلاه لكن كن انت انسانا مصليا في التسبحه في القداس في الاجبيه في الالحان في الترانيم ما هي كلها اشكال من اشكال الصلاه كن دايما مصليا واعرف ان الصلاه تحقق المعجزات الصلاه تحرك اليد التي خلقت العالم أدي لك مثال الصفانوس شماس صغير والناس حواليه كل واحد ماسك له حجرة وعايز يرجمه تهمة التجديف طب وبعدين يقول لك ركع يصلي وصار وجهه كملاك وعشان نعبر عن الصلاة الجميلة يقول لك إيه يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه يا استفانوس بتصلي من اجل الناس اللي شايلين الحجاره اللي هيرجموك الا ما هي دي قوه المسيحيه ان انا اصلي امبارح كان بيزورنا الرئيس الفرنسي وبعدين لما دخلنا الكاتدرائيه في العباسيه شاف ايقونه بتاعة شهداء ليبيا وبعدين رحنا زورنا البطرسيه فشاف شهداء البطرسيه فبيقول لي وانتوا كان ايه رد فعلكم؟ ايه رد فعلكم؟ قلت له كان رد فعلنا حاجتين ان احنا بنحب كل الناس حتى اللي عملوا الافعال دي وفي نفس الوقت بنصلي من اجل كل الناس الحب والصلاه الصلاه والحب اوعى يغلبك فكر ويقول لك الزمن ده مش بتاع كده لا الصلاة والحب بتاعت كل زمن كل زمن الخلاصة يا شباب ويا شبات كن إنسان في حياتك ناجحا بعد النعم اللي ربنا عطاها لك دهية وصورتك وكيانك كن إنسان واثق في إيمانك وصاحب مبادئ وكن إنسان إيجابي في علاقاتك وشاهد لمسيحك وإنسانا مصليا محبا لكل أحد ربنا يحافظ عليكم والآية اللي قدامك هذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا تقولوها وياي لو سمحتوا ها هذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا كمان مرة هذه والشاهد بتاعها رسالة يوحنا الرسول الإصحاء الأولى إصحاح خمسة عدد أربعة ربنا يحافظ عليكم وبنرحب بسيدنا مرة تانية وحضوره معنا حضور مفرح